قرأت عبارة في بعض الكتب العصرية التي تهتم بالتوحيد وتشرحه وقد أشكلت علي، وهي أن التوحيد ينقسم إلى 4 أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، والرابع توحيد المتابعة. السؤال: ما وجه إضافة هذا القسم الرابع إلى تلك الأقسام، وهل له أصل؟ هذا تبرع من عنده، تبرع من عنده، هذا ما يدخل في التوحيد. التوحيد هو في حق الله جل وعلا، أما حق الرسول فهو المتابعة، واللي يخطئ في المتابعة يقال له مبتدع، والذي يخطئ في التوحيد يقال له مشرك. فرق بينهما، ضد التوحيد هو الشرك، وضد المتابعة الابتداع. فرق بينهما. نعم.